واجه الطالب الجامعي ذو التحديات البصرية عمر أبو زهرة صعوبة في توفير الموارد التعليمية في الأردن، لا سيما الكتب والمراجع. ونظراً لوجود جزء بسيط من المواد اللازمة المتاحة بطريقة برايل، أوضح أنه كان يطبع الكتب التي يحتاجها على نفقته الشخصية بتكلفة مادية باهظة، وقال إن الكتاب الواحد كان يكلفه ما يصل إلى 112 دولاراً قبل أن تسهم المبادرة الأردنية مطر في توفير الكتب الصوتية الإلكترونية له ولأمثاله عبر الإنترنت. قبل مشروع مطر أنا كنت أطبع المراجع اللي بحتاجها على حسابي الشخصي، وكان ثمنها كثير غالي، يعني الكتاب الواحد 80 دينار كان يكلف. رائدة الأعمال الاجتماعية الأردنية نور العجلوني أسست هذه المبادرة، وهي عبارة عن مشروع تطوعي يحول الكتب الجامعية والموارد التعليمية إلى كتب صوتية ونصوص متوافقة مع قارئ الشاشة وطريقة برايل. بمطر نحن في عنا شبكة كتير كبيرة من المتطوعين إلكترونياً، يعني تقريباً في معانا 30,000 متطوع من مختلف أنحاء العالم. فكرتنا إنه نحن نوزع الكتب على هدول المتطوعين، كل حدا ببيته على تليفونه إما بيسجل كتاب صوتياً أو إما بيعيد طباعته عن طريق المايكروسوفت وورد. نرجع نستلم هاي الكتب، منجهزها ككتب صوتية أو ككتب مطبوعة ببعث للطالب الكفيل. وتمكنت نور ورفاقها من المتطوعين من مساعدة مئات الطلاب ذوي التحديات البصرية منذ نحو 9 أعوام. من 2013 لليوم قدرنا نفيد أكثر من 800 طالب كفيف بمساعدة أكثر من 30,000 متطوع من حوالين العالم. كل شهر نحن تقريبا ننتج أكثر من 200 كتاب أكاديمي مهيئ للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية يستخدمه. ولضمان استدامة المشروع غير الربحي، افتتحت نور العجلوني مقهاً باسم المبادرة يستخدم ريعه لتمويلها. المراجع اللي متوفرت لنا يعني هي بنسبة 15%، لكن مشروع مطر وفرنا إياها بنسبة 100%. وحصل المشروع على العديد من الجوائز والأموال المحلية والإقليمية للقيمة التي يقدمها للطلاب ذوي التحديات البصرية مثل أبو زهرة.